عرض الليلة برشا جو كيما العادة، برشا جو، جو تونسي. نستناو في الحفلة عنا برشا، إن شاء الله نعديو جو باهي معاه. الخطافة خطفت لي عقلي بنطافة، فيها رفعة في رفعة في. الخطافة خطفت لي عقلي بنطافة، في قفصة في رفعة في. نقولهم شرفتوني الناس كله، بارك الله فيكم. الناس اللي جوا من بعيد الكل، الناس اللي شدت صف من 7 متاع العشية وش يدخل يتفرج عليا. سهرية روعة على الخير محليها، وانا اعطيها 1000% على خاطر زيدها وعطاء ايفور مش نورمال مع فيستيفال بنزرت. يعجبني الجو التونسي ويعجبني الجو الجنوبي بصراحة. لا ما شاء الله عليه، بارك الله، سهرية روعة فوق الروعة. لازم نغني اليوم، نغني للعائلة، راني موجود بين عائلتي، معناها كي نغني نغني مش الجمهور. انا ما عادش نحب نكلاسي العباد هذوما اللي جايين نقول جمهوري وفان، لا هذوما عائلتي، هذوما جايبين صغارهم يغنوا لي، صغارهم يحفظوا لي في اغنياتهم. فاني معناها اليوم اذا كان فما اي عمل راني باش نعمله راهو على خاطر هالمحبة الناس هذه الكل، ولا ارقام نخليها للناس. ان شاء الله ربي يسعد الناس الكل وربي يحفظهم، ربي يحمي بلادنا. وانت الحب هذيك هي نهداها الى كل انسان يحب البلاد هذه. الكرتوش مخلينا ليلة بلا صباح في الأنفاق.